في الإنارة الخارجية الزامل برضو بيتميز في جزء مهم جدا اللي هو اللينير ستورج لايت أو إنارة المستودعات الطولية. الإنارة المستودعات الطولية ليها كشافات، طبعا أقدر أتحكم في العدسة عشان أعمل عملية التركيز. الجسم مصنوع من المغنيسيوم أو الألمونيوم، ضمانه 5 سنين، تمام، بيشتغل في درجات الحرارة العالية، بستخدمه في المستودعات والمصانع والأسواق والمطارات. زي ما شفنا كده اللومنز يوز فلاكس اللي هو 10400 لومن او 20800 لومن، السي سي تي في منه 270 ألف، تمام. ده هتلاقي اللون بتاعه لحد 6500، اللون الابيض، تمام، النهاري واللون الاصفر. في عندك ال 130 لومن بير وات اللي هو الافيكاسي، الاي بي بتاعه بيبقى عالي 65، السي ار اي 80، البيم انجل 130، تمام. الفولتج بيشتغل على 110 و220، اللايف سبان 30 ألف ساعة، في منه باور 80 واط و160 واط.